موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، يعني جل ثناؤه بقوله أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كتاب الله، فيعلموا حجة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق معانيه وائتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضا بالتصديق وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق، يعني أن هذا هو الحق، يعني الوصول إلى الحق أو بيان الحق. قال فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن فساد بعض. هذا يدل على أن من طبيعة المخلوقين التناقض والاختلاف، الإنسان يختلف فيما بينه وبين نفسه ويتناقض، طبيعة بشرية إذا لم يهتدي بنور الوحي. إنما يقع التناقض في مذاهب الناس وآرائهم حتى فيما بين أهل العلم إذا خالفوا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو التزم الناس ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما اختلفت أقوالهم ولما تناقضت مواقفهم. قال ابن جرير عن قتادة أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي قول الله لا يختلف وهو حق ليس فيه باطل، وإن قول الناس يختلف. صدق الله. قال ابن زيد إن القرآن لا يكذب بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا، ما جهل الناس من أمر فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم. وقرأ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال فحق على المؤمن أن يقول كل من عند الله ويؤمن بالمتشابه ولا يضرب بعضه ببعض. وإذا جهل أمرا ولم يعرف أن يقول الذي قال ولم يعرف أن يقول الذي قال الله حق، ويعرف أن الله تعالى لم يقل قولا وينقضه، أن الله لم يقل قولا وينقضه، ينبغي أن يؤمن بحقيقة ما جاء من الله. كلام ابن زيد كلام حسن جدا، وهذا في أمور الاستدلال لا بد أن يكون بينا، أننا لا بد أن نجمع بين الأدلة وأن نجمع بين الآيات، وليس أن يكون صاحب كل مذهب يأتي بما يرى أنه دليلا على مذهبه ويهمل الآيات الأخرى التي يراها تخالف مذهبه. فهؤلاء الذين يضربون كتاب الله بعضه ببعض يحاولون إثبات التناقض، أو يحاول كل واحد منهم أن يثبت مذهبه وليس أنه يتحاكم إلى الكتاب، أو أنه يحاول أن يجمع بين أدلة الكتاب التي يصدق بعضها بعضا.
هذه المسألة في طريقة الاستدلال غابت عن أهل البدع، لذلك قالوا كلاما حقا وتضمن باطلا. الحق هو ما وافق الدليل من مذهبهم، والباطل هو ما خالفه. أهل السنة أخذوا الحق من هذا والحق من هذا، فاجتمع الخير كله عندهم، لأنهم فعلا يطبقون أن القرآن يصدق بعضه بعضا وليس بينه اختلاف. تجد القدرية مثلا يحتجون بآيات من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويهملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. تجد الجبرية يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ويهملون لمن شاء منكم أن يستقيم. كل واحد يأخذ الآيات التي تعجبه أو تدل على ما يرى من المذهب. تجد الخوارج يحتجون بالآيات التي فيها عقوبة أهل المعاصي، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ومثل قوله يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ويترك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا. والآيات الدالة على أن أهل الإيمان ناجين عند أن أهل الإيمان ناجون عند الله سبحانه وتعالى طالما لقوا الله بإيمانهم. المرجئة أخذوا آيات الرجاء وأهملوا آيات الوعيد. جمع أهل السنة بين آيات الرجاء وآيات الوعيد، فعلموا أن أصحاب الذنوب من أهل الإيمان معرضون للعذاب وفي خطر العذاب، ومنهم من يعذب لكنهم لا يخلدون في النار. وهكذا القرآن لا يكذب بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا. إذا جهل الإنسان شيئا قال آمنا به كل من عند ربنا. قال ابن جرير عن الضحاك: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: تدبرون النظر فيه. أن تدبرون النظر فيه، التدبر والنظر. وقوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قال أبو جعفر ابن جرير يعني جل ثناؤه بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو خوف أذاعوا به. وإذا جاء هذه الطائفة المبيتة غير الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر من الأمن، الهاء والميم في قوله جاءهم من ذكر الطائفة المبيتة، يقول جل ثناؤه: إذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم، قال أو الخوف، يقول أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم منهم أذاعوا به، يقول أفشوه وبثوه في الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل مأتى سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل ما تناقله الناس من الشائعات أو من الاستنتاجات، يقول لك خلاص هيضربونا هيعملونا هيحصل في المسلمين كذا، وأحيانا خلاص احنا انتصرنا احنا وصلنا
احنا تمكنا كلا الامرين من خصال اهل النفاق وان لم يكن بدرجه واحده. والهاء في قول اذاعوا به من ذكر الامر، قال وتاويله اذاعوا بالامر من الامن او الخوف الذي جاءهم، منه اذاع فلان بهذا الخبر واذاعه، تنفع اذاع به واذاعه، اذاع الخبر واذاع بالخبر. عن قتاده واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، يقول سارعوا به وافشوه. عن السدي يقول اذا جاءهم امر انهم قد امنوا من عدوهم او انهم خائفون منه اذاعوا بالحديث حتى يبلغ عدوهم امرهم. وهذا ليس فقط يعني في ضرر بلوغ العدو هذه الاخبار و يعني ما يعرف بتفكك الجبهه الداخليه فيتجرأ العدو، ايضا يترتب عليه من الضرر ان ضعاف القلوب يحصل لهم من انواع الاضطراب وعدم الطاعه والمخالفه بسبب الخوف، كما وصف الله حال الذين في قلوبهم مرض في غزوه الاحزاب، قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. وكذلك قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وغير ذلك. هناك ضرر عظيم من إشاعة الأخبار التي يعني تأتي الإنسان مباشرة، خصوصا ما يكون فيها من الاحتمالات التي يعني لا يقوى على الصبر عليها أكثر الناس. عن ابن عباس في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يقول أفشوه وسعوا به. عن ابن جريج وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال هذا في الأخبار إذا غزت سرية من المسلمين تخبر الناس بينهم فقالوا أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذا، وأصاب العدو من المسلمين كذا وكذا، فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره. قال ابن جريج قال ابن عباس أذاعوا به، قال أعلنوه وأفشوه. قال ابن زيد أذاعوا به، قال نشروه. قال والذين أذاعوا به قوم إما منافقون وإما آخرون ضعفوا. وهذا من أحسن الكلام، لأن هذا قد يقع من الضعاف فإن لم يكن عندهم نفاق، ولكن المنافقون يستغلون الكلام والأحداث. عن أبي معاذ قال أفشوه وسعوا به وهم أهل النفاق. قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بقوله ولو ردوه، الأمر الذين لهم من عدوهم والمسلمين، نال المسلمين من عدوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر وإلى أولي أمرهم يعني وإلى أمرائهم، وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذو أمرهم، هم الذين تولون الخبر عن ذلك بعد أن ثبتت عندهم صحته أو بطوله، بطول يعني بطلانه، فيصححوه إن كان صحيحا أو يبطلوه إن كان باطلا، لعلمه الذين يستنبطونه منه، يقول لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به، الذين يبحثون عنه ويستخرجونه منهم يعني أولي الأمر. والهاء والميم في قوله منهم من ذكر أولي الأمر، يقول لعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه،
وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط. يقال استنبطت الركية، البئر يعني، إذا استخرجت ماءها، ونبطها أنبطها، والنبط الماء المستنبط من الأرض. قال عن السدي: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يقول ولو سكتوا وردوا الحديث إلى رسول الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أولي أمرهم حتى يتكلم هو به لعلمه الذين يستنبطونه، يعني عن الأخبار، وهم الذين ينقرون عن الأخبار. سبحان الله، الأمراض الاجتماعية موجودة في كل زمن كأنها هي. عن قتادة: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يقول إلى علمائهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك. قول قتادة أقوى من قول ابن جرير رحمه الله، حيث فسر أولي الأمر بالأمراء، وقول قتادة يفسره بالعلماء، وذاك أقرب. لماذا؟ لأنه في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أمراء، وإنما هم عرفاء ونحو ذلك ممن يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفونه أخبار الرعية. وأما الأمراء فيكونون في السرايا. ويحتمل الأمر بلا شك أن ذلك حاصل في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هناك أمور لا بد أن ترد إلى الأمراء. وإن كان الصحيح أن أولي الأمر الذين هم أولى بالأمر، الذين هم أعلم ويعني أقدر على تيسير الأمور وفهمها، هم نوعان من الناس: العلماء والأمراء، كما ذكر ابن جرير وكما ذكر قتادة. قتادة ذكر العلماء، وذلك لأن الآيات قد نزلت في بعض شأن ما حدث في مجتمع المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وولوده، كما سيأتي إن شاء الله. وأن عمر رضي الله عنه من الذين يستنبطون عندما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فهو الذي يبحث عنه ويسأل عنه، وهو من الذين يستنبطونه. وعمر في المدينة لم يكن من الأمراء، وإنما كان من العلماء. فالصحيح أن الآية تشمل النوعين: الأمراء والعلماء. عن ابن جريج: ولو ردوه إلى الرسول حتى يكون هو الذي يخبرهم، وإلى أولي الأمر منهم الفقه في الدين، أولي الفقه في الدين والعقل. وهذا كلام ابن جريج أيضا، أنهم الفقهاء والعلماء والعقلاء. عن أبي العالية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم، أولي الأمر أولي العلم منهم، الذين يستنبطونه منهم، يتتبعونه ويتحسسونه. سبحان الله، عامة الكلام المفسرين من السلف أنهم أولو العلم أو أنهم العلماء، رغم أن ابن جرير قال ذلك في سياق تفسير، يعني تأييد قوله أنهم الأمراء. عن مجاهد: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الذين يسألون عنه ويتحسسون. عن مجاهد قوله يستنبطونه، قال قولهم: ما كان، ماذا سمعتم؟ يعني اسألوا الناس ايه اللي حصل، ايه اللي انتم سمعتوه. عن أبي العالية: قال الذين يستنبطونه قال يتحسسون. عن ابن عباس يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يتحسسونه منهم. قال الضحاك: يستنبطونه منهم قال يتتبعونه. قال ابن زيد: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،
حتى بلغ إلى أولي الأمر منهم، قال: الولاة الذين يلون في الحرب عليهم، الذين يتفكرون فينظرون لما جاءهم من الخبر، أصدق أم كذب، أباطل فيبطلونه، أو حق فيحقونه، قال: وهذا في الحرب. وقرأ: أذاعوا به ولو فعلوا غير هذا وردوه إلى الرسول، إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الآية. هذا يدل على أن أقوال السلف في هذه الآية تدور حول العلماء والأمراء، ولا شك في صحة القولين إن شاء الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال أبو جعفر، يعني بذلك جل ثناؤه: ولولا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون بفضله وتوفيقه ورحمته فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين الذين يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر طاعة، يعني أمرك طاعة كما سبق، أو لنا لك منا طاعة، فإذا برزوا من عنده بيت طائفة منهم غير الذي يقول لكنتم مثلهم فاتبعتم الشيطان إلا قليلا كما اتبعه هؤلاء الذين وصف صفتهم. وخاطب بقوله تعالى ذكر: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، الذين خاطبهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.